مرة كسرى يزدجرد على شيخ كبير حرم يزرع زيتونا في الصحراء، فنزل وكلمه وقال: أيها الشيخ، لما تزرع هذا الزيتون وقد قاربت على الوفاة؟ قال: أيها الملك، زرع من قبلنا لنا فأكلنا، ونزرع ليأكل من بعدنا. كتير من الناس بيستصغر دوره في الحياة وبيستصغر عمله، يقول لك أنا عملي هيبقى نقطة في المحيط ومش هيعمل حاجة. هو ممكن نقطة في المحيط، بس المحيط هيقل لو النقطة دي ما تحطتش فيه. انت ليك دور، ودور مهم جدا 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 جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة، فسيلة دي بنت النخلة الصغيرة، ثمر البذرة الصغيرة، تمام؟ يعني عايزة كام سنة عشان تطلع؟ سنين. اذا قامت القيامة، يعني مش كمان الجيل اللي بعدنا، لا، ده هو مفيش حد هينتفع بها. بس النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فلا يقومن حتى إيه؟ يغرسها. طب بعض الناس بقى بتلاقيه موجود في الحاجات الكبيرة، الحاجات اللي عليها إيه؟ مسلطة عليها الأضواء ومسلطة الكاميرات حاجات كبيرة، خلاص؟ مين اللي قال كده؟ بلاش تبقى عايش في دور الأسطورة اللي هو إيه؟ قول أورنان. كان سيدنا علي يقول: أكثر مصارع عقول الرجال تحت بوارق الطمع. النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي قال: إنما أنا لبنة، أنا لبنة، أنا طوبة في جدار الأنبياء. ده النبي، محدش بيقوم بكل حاجة، قوم بحاجة واحدة بس على مدى طويل فأنت قوتك إن أنت تستمر. كان في شاب من الكويت اتولد سنة 47. الشاب ده كان بيصاحب والده، وكان هادي جدا ومتميز في دراسته، وكان حريص بشكل خاص ان هو يصلي الفجر دايما، وكان بيمسك بعصا صغيرة، وكان يحلم ان هو يبقى من فريق الكشافة، تمام؟ ووالده هدده في يوم من الايام ان هو لن يصطحبه معه الى السوق، لانه كان اذا رأى مجلة او ورقة مكتوب فيها قصة مثلا يجري عليها ويصطدم بكل الناس. فهدده والده لغاية ما الشاب ده كبر وكان محب للقراءة بشغف، ودرس الطب في العراق وبريطانيا وكندا، وعاد للعمل كطبيب في الكويت. دكتور عبد الرحمن الصميط عاد للعمل كطبيب في الكويت، إلا أن زوجته وشريكة عمره أم صهيب أشارت عليه أن يترك الكويت ويذهب للدعوة في شرق آسيا، إلا أن الله قدر له شيئا آخر، حتى طلبت منه امرأة فاضلة زوجة الشيخ جابر بن أحمد الصباح أمير الكويت أن يبني لها مسجدا في دولة ملاوي. ملاوي دولة إفريقية في أدغال أفريقيا. ثم ذهب ليبني هناك المسجد، فصدم صدمة كبيرة ليجد المسلمين هناك لا يعلمون شيئا عن الإسلام ولا عن الوضوء، بل حتى الأئمة لا يجيدون قراءة الفاتحة. تخيل. فصدم وقرر أن ينقل مجال عمله من آسيا، وذهب قرر أن يمكث في إفريقيا، وجعل يتنقل في دولها، ثم عاد هو وزوجته للكويت لجمع التبرعات لبناء المساجد والمدارس، وتكونت شبكة كاملة جدا من الشباب المخلص في الكويت الذين يريدون رفع دعوتهم ونشر دين محمد بن عبد الله في أفريقيا. واستمر 30 سنة ينشر الإسلام في 40 دولة. وعلى الرغم من كبر الشيخ رحمه الله وإصابته بأمراض كثيرة، رفض نصائح الأطباء بالراحة وعدم السفر، واستمر بالتنقل في المناطق النائية إلى أن أصيب بأزمات قلبية متكررة ونقل للعناية المركزة، ودخل في غيبوبة طويلة، وانتشر خبر مرض الشيخ، وأصبح الناس يدعون له في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ودخل الشيخ في غيبوبة كبيرة، إلى أن جاء اليوم الذي أفاق الشيخ فيه على خبر قيل له أنهم حصلوا، جمعيته حصلت على تصريح لإقامة أول جامعة إسلامية في كينيا تحت مسماه، وفرح جدا وارتسمت على وجهه ابتسامة عجيبة، كانت نفسها نفس الابتسامة التي ارتسمت على وجه الطفل الصغير الذي كان يعيش مبتسما وهو حامل عصاه
في أزقة الكويت منذ 60 سنة، وهو يتخيل نفسه مغامر كبير في أدغال أفريقيا. لعل الابتسامة دي كانت بسبب إن الشيخ تذكر هذا الطفل الذي كان يحلم بأن يصبح مغامر كبير في أفريقيا، أو إن شئت فقل هذا الطفل الآن هو الذي ينظر إلى الشيخ في نهاية حياته. ومات الدكتور عبد الرحمن الصميت رحمه الله، وخرج الكويتيين كلهم في جنازة مهيبة. مات وأسلم على يدي 11 مليون أفريقي مسلم. 11 مليون مسلم كانوا يسمونه عبد الرحمن الفاتح. 11 مليون مسلم بنى 860 مدرسة إسلامية وأربع جامعات، وحفر 9600 بئر، وبنى 124 مستشفى و6700 مسجد، و95 ألف حافظ للقرآن، و15 ألف يتيم رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي درجته في الجنة. طفل آخر كان يصاحب أباه في صلاة الفجر ويحافظ دوما على ورد السحر. كان مناضل شاب بيوردوه في كتب الإعلام، في كتاب الشيخ سيد العفاني، كتاب صلاح الأمة، أورده في كتب الإعلام المصريين مصطفى كامل. كان يقول إن من يتسامح في حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان. ومات وهو عنده 34 سنة. قال: إني لا أزال صغيرا، ولكنني لي أطماع جمة، إنني أريد أن أوقظ في مصر الهرمة، مصر الفتاة. وكان قلبه شابا، ويقول: لو انتقل فؤادي من الشمال إلى اليمين، أو تحولت الأهرامات من مكانها، لما تغير لي مبدأ أو تحول لي اعتقاد. وهو في نهاية حياته أرسل إلى أخيه هذا المناضل الذي هز عرش الإمبراطورية البريطانية بخطبه، أرسل إلى أخيه رسالة يقول له فيها: والله لو تعددت الأيام وتعاقبت الليالي، وأتى بعد الشروق شروق، وأتى بعد الغروب غروب، لن نقول طال الانتظار، ولن نمل ولن نقف، ولو تقطفنا الموت من هذه الدار واحدا بعد واحد، لكانت كلمتنا لمن بعدنا: كونوا أسعد حظا منا، وليبارك الله فيكم، وليجعل الله الفوز على أيديكم. يا جماعة، المهزومين مهزومين جوا أنفسهم، مش مهزومين في الواقع. الواقع ده هيتغير، بس احنا مهزومين جوا نفسنا. سيدنا علي كان بيقول: ميدانكم نفوسكم، إن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن لم تقدروا عليها فأنتم عن سواها أعجز. من أغرب الكلمات اللي قريتها في حياتي كلمة نابليون بونابرت، بيقول: أعظم معركة انتصرت فيها في حياتي يوم أن انتصرت على نفسي. نابليون. لازم يكون عندك هدف وتعمله وتطبقه. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. العمل لدين الله يا جماعة قرين الانتماء، ودي كانت قضية محسومة عند الجيل الأول. تكليف في منتهى القداسة، مش من حد، ده من ربنا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله. لما جاء الخليفة المعتضد ووشى أحد السفهاء بقائد الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لديه، قال له: من ولاك الحسبة؟ قال: الذي ولاك الخلافة، الله. لازم يكون عندك هدف وتصر عليه ودور وتحققه. دخل مدرس مرة الفصل وكان الأطفال فيهم طفل فقير، فوزع المدرس عليهم ورقة ليكتب كل منهم حلم حياته، لكن بشرط أن يكون هذا الحلم واقعي ينفع يحققه. فكان في طفل اسمه مونتي روبرتس، كان فقيرا معدما، وكان أبوه عامل اسطبل خيول، وكانوا في حياة صعبة جدا، وملابسه مرقعة، حياة صعبة جدا. فلما جمع المدرس الأوراق وجد إن
روبرت اللي هو وجد ان مونتي روبرتس كتب حلمه ايه؟ يعني ابوه عامل اسطبل خيول، كتب حلمه ان هو يصبح صاحب اسطبل خيول كبير وتقام فيه المسابقات وهكذا. فطبعا المدرس لما شاف هذا الحلم مزق الورقة وأعطى صفر وبكى، بكى مونتي روبرتس وسأل المدرس لما هذا؟ قال لأن هذا حلم غير واقعي، طفل لعام الخيول كيف يكون هذا؟ قال سأعطيك فرصة ثانية وأعطيك ورقة أخرى، ولكن أكتب حلما آخر لكي أعطيك درجة كبيرة. فقال له لا، احتفظ أنت بدرجتك وسأحتفظ أنا بحلمي. ويكبر ويكبر مونتي روبرتس ويبقى صاحب أكبر اسطبل خيول في كاليفورنيا، وتقام فيه أعظم سباقات في العالم، ويخرج منه أكبر وأمهر متدربين لسباقات الخيول في العالم. همك ما أهمك، همك هو اللي بيحركك وهو اللي بيخليك تتفاعل مع اللي حواليك. النبي عليه الصلاة والسلام السيدة أم سلمة في صحيح البخاري تقول كان آخر ما نطق به رسول الله يقول الصلاة الصلاة تخرج من صدره ولا ينطق بها لسانه. همه عليه الصلاة والسلام. تشي جيفارا، جيفارا كان دايما لما يخطب في في البنات الاشتراكيين يقول لهم ايه؟ يقول اياك ان تعشقي يساريا او اشتراكيا لانك لن تجديه بجوارك في ليالي الشتاء الرومانسية. فهو عنده عمل، ولو صادف ووجدتيه سيظل طيلة الليل يحدثك عن الثورة والخبز والعدالة والسلام. جيفارا. كان سفيان الثوري يقول والله إني لكنت أرى المنكر فما أستطيع أن أغيره فأبكي مكان فما أستطيع أن أغيره فأبول دما. همك ما أهمك، أنت اللي بتحدد وأنت اللي بتقرر. أصحاب النفوس العظيمة، أصحاب النفوس العظيمين تأبى الضيم ويأبى ان هو يبقى ايه همل كده على الهامش. يعني يحكى ان كافور الاخشيدي، كافور الاخشيدي لما دخل مصر كان عبد اسود. كافور الاخشيدي لما دخل مصر كان عبده هو وصاحبه، فدخلوا وكانوا جعانين جدا وذهبوا الى سوق النخاسة فقالوا تمنوا، فقال صاحبه اتمنى ان اباع لطباخ حتى اكل وقت ما شئت. فرأى كافور الإخشيدي قائدا من قواد الجند، قال وأنا أتمنى أن أكون قائدا من قواد هذه البلد. فنظر إليه صاحبه إيه شذرا وقال قائدا، ثم بيع هذا لطباخ، وبيع هذا لجنديا، ثم بيع إلى جنديا، ثم كانت له مهارة فأصبح جنديا، ثم أصبح قائدا، ثم لما مات الوالي تملك حكم مصر. كافور الإخشيدي ومر في موكبه وفي أبهته وفي جنوده وسط الناس، فشاهد صديقه الطباخ يطبخ في قصره، فقال لهم، حكى لهم ما حدث، وقال إن هذا قعدت به نيته فكان ما ترون، وأما أنا فطارت به همتي فكنت كما ترون. عالي الهمة لا يضره التفرد، ينتهز الفرصة لو ما لقاهاش بل يخلقها، بيعمل يفعل القليل خير من ألا يفعل القليل، افعل القليل فلا يقومن إلا وهو يغرسها. جامع مشهور قوي 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 في اسطنبول اسمه مسجد سانكي يادم، سانكي يادم. كان في الدولة العثمانية رجل يدعى خير الدين كجي، وكان هذا الرجل يمشي في السوق وكانت له شهية، يعني بحب الأكل، فكان إذا رأى فاكهة شهية أو طعاما جميلا يقول صنكي يا دم، يعني كأني أكلت، ويذهب بثمن هذه الفاكهة أو هذا الطعام ويضعه إيه في صندوق. ومر على هذا سنين، كلما رأى فاكهة أو طعاما حلوا يقول صنكي يا دم، كأني أكلته،
ويذهب فيضعه ايه في صندوق، وبعد سنين اخرج صندوقه ليخرج مبلغا كبيرا يشتري قطعة أرض ويبنيها مسجدا تتسع إلى 200 مصلي. 200 مصلي. ولكن لما اشتهر هذا المسجد وكان أهل اسطنبول كلهم يعرفون هذه القصة، أطلقوا على هذا المسجد مسجد صنك يا دم كأني أكلت. أنت مستني إيه؟ أنت منتظر إيه؟ لغاية إمتى؟ هنقعد حاطين ايدينا على خدنا ونستنى المهدي. المهدي لما ينزل. المهدي من صميم عقيدتنا. والحديث فيه صحيح. المهدي يولد وليس بغائب. كما يدعون. المهدي يولد وليس بغائب. ولا يعرف مكانه ولا زمانه. ولا يسمى المهدي المنتظر. نحن لا ننتظر احدا. لكي نعمل لدين الله عز وجل. عندما ينزل المهدي وعيسى عليه السلام ونحن سنعمل بكتاب الله عز وجل. الشيعة المأمورين بانتظار المهدي تركوه وعملوا لدينهم، واحنا ما زلنا منتظرين. يا جماعة، على طالب السمو أن يوطن نفسه على اجتياز 1000 عقبة ويحسب لنفسه 1000 هزيمة قبل وصوله للظفر. عظامك ليست من زجاج، مش من إزاز. دعي الحياة تصدمك وتقويمك. من خاض في الطين مرة سيتعلم جيدا كيف يحافظ على توازنه. لا حياة لفكرة لم تتقمص روح إنسان ولم تصبح كائن حي يدب على وجه الأرض. أحد الدعاة كان يجوب الأرض في القرن الفائت ويمر من قرية لقرية لبلد لبلد، فلما ذهب يوما إلى بيته فوجد ابنه مريضا، فقالت له زوجته إن ابنك مريض. قال لها إذا مات فجده يعلم جيدا طريق المقابر. وخرج داعيا إلى الله وشوف يا ابنه، وكان على أصح ما يكون: يا عازل المشتاق دعه فإنه يطوي على الزفرات غير حشاك، لو كان قلبك قلبه ما لمته، حاشاك مما عنده حاشاك. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وألا يستبدلنا، وأن يقيض لهذا الدين أمر رشد، ويعز أهل طاعته ويهدي فيه أهل معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.